السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشوفه مع بعضنا كيفاش نفتحو الكارنيتور هذه تاع الباب. الباب هذا تاع اليوم، اليوم 2013 14 15 16 17. كيما تشوفوا احنا علاش راه نحيو هذا الكارنيتور، عندنا مشكل في لي زانتيريبتور هذو اللي طلعوا الفيتر، هذو عندي مشكل في هذا. وهذا هنا باش نحلو، احنا باش نطلعوا هذه البياس، هذه هي تتبدل كي تحب تبدل ولا تريباري، لازمك تنحي هذا نحي البلوك كومبلي هذا تاع البلاستيك هذا كامل. هذا باش تنحيه لازم تنحي الكارنيتور. انت من بعد كي تنحي الكارنيتور ومن بعد تنحي البلوك هذا، تقدر من بعد تجبد هذه وحدها اللي فيها، تلقى فيها لي كات بوطون هذو مع هذه نتاع الفيروياج، هذه تجبدها وحدها وتشونجيها ولا تريباريها ولا ميسونسيال. هنا في الفيديو هذا راني نعطيكم كيفاش نحيو الكارنيتور بلا ما نكسرو، بلا ما خطر على بالي. كاين بزاف اللي عندهم البروبليم هذا في الليون. الليون كما تعرفوا حوايجها غاليين وسيارة ما شاء الله. حنا باش ما نكسروش وما ما نوليوش نوهيو في الزهر، نعطيكم هنايا طريقة تنجم نتا وحدك في الدار تحل. كون عندك شوية أدوات بخفيف، حنا اولا نحتاجو كما راني وجدت الحوايج هاهم وقتي، هذو ملي نفتح بهم، هذو نفتح بهم، هذو من جو بلاستيك حتى كي تخدم بهم ماكش راح تجرح سوا البلاستيك ولا لاطول ولا اي حاجه. وعندي هنايا بواش نفتح هذو، عندنا نورمالمون نلقاو دو فيس، فيس هنا وفيس نلقاو هنا. كي نحيو هذا الكاش هذا تشوفو فيه، نهضرلكم واش راح ندير. بون عندي فيس هنا نضرب ورا الكاشار تاع البلاستيك، الكاشار تاع البلاستيك نحيه ونزيد نحي الكاش هذا، نلقى وراهم دو فيس نحيهم. يبقى لي من بعد دي كليب تفرات منا على الجناب، منا هاك التور هذا كامل. دي كليب هذوك نفتحوهم بواحد من هذو، نعاونو بهذا نخدمو بهذا ونفتحو بشوي بشوي. تبعو معايا درك تشوفو. انا درك واش راح ندير، نفتح هذا نحي البلاستيك هذا ونزيد نحي البلاستيك اللي يجي هنا باش نطلع لي دو فيس ونفتحهم ان شاء الله. خليكم معايا راكم تشوفوا كيفاش. شوفوا هاني فتحتو، بديت نفتح هنا هذا سيدي جات فتحو من قبل وكسرهم وداروا لهم لاكور. هاك كي تشوفوا فيها هاي لاكور، انا عولت نلقى لي كروشي لاباس عليهم. هاني ديجا كي حليت هاو لقيت ديجا لقيتهم مكسرين من قبل، هاو وداروا له لاكور، هاو مكسر كروشي منا كروشي منا. المهم هذا راني حليتو
تحل فيه ساعه تكسره تاكر شيء تاعو هذا تكسره ما قبل مانيش انا اللي كسرته ما كان عندنا دوفيس الديس الاولاني يكروشي هنا تطلعوا شوية هكا سيسوي باش ميتكسرش عندنا مافيش هادي بسم الله نشوف هذا جبنا دركا باش نفتحو نحيو هذا البلوك هذا نشوفو كاين لي فيس هنا لي طوا
مفتوحة وما تقبل لها اليوم الحمد لله شكرا. كما تشوفوا هاي لكم لابلاك الكترونيك تاعها. انا واش راح ندير هي باينه بلي قاس الماء، راكم تشوفون على طراس تاع الماء الخضره هذه. انا واش ندير درك نيتوايا بديريو ولا بروسادو ونشوف نحوس كيما نلقى دي كوبور ولا حاجه ونعاود نبراسيها ونشوف ترى واذا نجحت لنا ها نكملوا بها، ما كانش لازم واحدة جديدة. انا كيما تشوفوا انا استعملت لابروس هذه واستعملت الديليون، نيطويت لا لابلاك هذيك غير نيطويتها برك بالديليون اخر نحيت لها هذوك ال... وهنايا كي عاود تقفلت انا في بلاصة الشارتيطون هما قبل دارو الشارتيطون، انايا درت لها هاد لاكول هذي نخدمت ب نقطر هنا ونخدم نهز بالاخر باش ما كثرش، نخدم بالبره هذه ونحط بشويه على الجناب ها كما تشوفوا وقفلتها دركا عامل ميم لي بوتون رجعوا يخدموا خير من قبلها. حنا بركا واش بقينا نسيوها، اذا نجحت اللهم بارك حنا نخليوها، اذا ما نجحتش او تحتم علينا نشري واحده جديده وصاين. ما هادو جنيرال مو يتزدهم الماء تلقى الطوموبيل تروح تخليها على لافاج يحكم يسيقها لك لداخل بالماء، هما بلايص كيما هادو واش يحتاج مول لافاج واش يدير يسوفلي وكي نيتوايهم البلايص هادو نيتوايهم بشيفونه كون شايعه يدير لها شويه برودوي ويمسحو صاي، هما هو يحل الباب ويعطيها بلا بريسيون تاع الماء هذي كيضرب من الباب من الفوق لتحت سي نورمال يجزوكم. هادو مغاليين يديرو واحد 600 حاجه كيما هكا 600 700 حسب السياره. انا على بالي تاع البولو يديرو 600 الف حاجه كيما هكا 600 450 500. هم خطر انا شريت تاع البولو شريتو ب 600 متر في هذا الوقت كيما هذا اللي فيه ربعة وتاع فرد واحد هذاك يدير 100 ألف يدير 90 ألف يدير 120 140 حسب اللي تشري عليه وحسب الموديل وحسب لاكاليتي. المهم اجمع انا دركا المونتي ونسييها ونعتلكم ان شاء الله الريزلتا. طريقة المونتاج برك كما تشوفو هذا الكروشي تاع الحديد هذا ها نبغي نسمو نبداتو هنا هذا الكروشي لاصق هنا 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 ندير هذا ها هو كيما هكا نمشيو حنا هذا مازال مركبوش برك حتى نبلاصيو لافيش، خاطر كون تبلاصي هذا من بعد تركب لافيش تجيك بلاصة ضيقة انا متنجمش تركب لافيش، ركبو لافيش الساعية الأولى
نبلاصيو دو فيس حنا واش نديرو نبلاصيو شي فيس كامل نبلاصيو غير فيس هنا وفيس فيس وفيس هنا نديرو غير تروا فيس باش ما نتعبوش من بعد غير باش نسييو برك غير باش نسييو هذا المكان ومن بعد كاين اذا مشينا دابا هاهو نحمدو ربي وإذا ما مشيناش ثاني نحمدو ربي إذا ما مشيناش باش تجينا ساعة ساعة نديمونتيو كمان نسيو نفتحو لي فيس كاملين كيما شتو لي فيس راهم بزاف نسيو غير كاكا على برا ونشوف نعدل كنتيوش مازال فيه ديفو يخدم الشغل بالحيلة مزيرين وهنا شوية مصفين انا نعاود تحليتها واش لقيت المشكل هنا البروبليم تاعنا كان في هذه جهة الشوفير شوفوا كي فيريفيت مليح واش لقيت شوفوا فيها الثقبة هذه هاي من هنا تبانها البروبليم تاعو هنايا طلع يطلع نورمال خاطر طلع يدز منا كي طلعت الكارو يدز منا وكي تهبط 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 هكا يدز منا منا مكسرة لقيتها مكسرة منا عليها يخدم بالحيلة هو الاول كان ما يخدمش خلاص ومن بعد كي تفتفت فيه شويه انا داخل ومن رجع يخدم شويه بالحيله كما كنت تشوفوا معايا قبيل ساعه يخدم ساعه ما يخدمش كي عاود تحليت وفيريفي تاريخي كان مرخوف هنا كان هنا كي تجي هنا تلقاه مرخوف كي فيريفيت مليح لقيته هنا يا راك تشوفوا هنا هيك فهم ثقوبه هي تكسيره هنا هي اللي ما خلاتوش يدز هذاك هذا هذا الربيط هذا كي تدزلو لتحت هكا الكارو يفتح هو اللي يدزلو هذا هذا هو اللي يدزلو البلاصة اللي تدز هي تكسرتها عاد ضعيفة درك نحاول كيما نلقى له واحد كيما هذا اذا ما كانش هذا بعد نديرو له حل سهل هنايا نجمو نديرو له كشف كره هنايا ونفورسيوه منا يعود يخدم نورمال نقفلو له الغار هذا برك وصاي دونك نشوف كيفاش نلقى له هذا ونعطي لكم كيفاش هنا راني قفلتها قفلت لها الغار هذاك كما تشوفوا هنا كاريت لها من هنا بهذا الاخر كاريت الغار منها قفلته منها
من بعد هذه نجمو الحيوان، حبوا الحيوان حبوا نخليوها، هذه من الأحسن نخليوها خير، هي ما تبانش، نخليوها عادي. انا درتها باش باش كي نحشي هذا منها في الغار ما يخرج ليش منها، هذا الابرو العجينة تاع الابرو نبدا نخليها تشيح شوية، تشيح مليح عاد نبلاصيها ونسيي كي نركب من المونتي و نعطيكم النتيجة ان شاء الله. او هنا عاود تركبتها بوتون هنا نجحت هاي كما تشوفوا برك عاد لا حيلة ما تنحات الحيلة هذيك رجع يخدم عادي عاد نسكرنا كلش كارو اليمنى يمشي بيان المهم هذا هنا هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله تستفادوا منه ان شاء الله يعجبكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.